كدولة ذات موقع استثنائي وعقلية استثنائية وحضارة استثنائية، أو تنتهي إلى الأبد ونتحول إلى نبقى زي كابول أو زي متفائل ولا أو زي متخوف؟ أفغانستان. حضرتك متفائل ولا متخوف؟ أنا نصف متفائل. نصف متفائل. أنا كنت يعني التفاؤل وصل عندي إلى سقف عالي جدا بقيام الثورة ونجاحها في إسقاط رأس النظام، ولكني بدأت أتشائم بعد هذه بسبب سوء الأداء الإعلامي في مصر. واسمح لي يعني، لا يا فندم، سواء كان القطاع الخاص أو الحكومي، إعلام بلا فلسفة، وتقريبا يعني الإحساس بالمسؤولية أقل مما يجب. الدليل على ذلك هذه الزفة الإعلامية الخطيرة